مساء الخير، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ طلعنا لايف النهارده زي ما وعدتكم. طبعا انا في انتظار الناس تدخل وهجاوب على كل اسئلتكم ان شاء الله 10 دقايق لمده 10 دقايق او ربع ساعه باذن الله. طيب الموضوع اللي هو النهارده او ناس كتير سالتني عنه بما اننا اتكلمنا فيه كتير الفتره اللي فاتت، اوكي، هو موضوع تجميل، تمام، مش اورام، تجميل للثدي. طبعا الاسئله اللي انتوا تسالوها اسالوا اي حاجه. انا كنت عايز اتكلم عن تكبير الثدي، اوكي، لان في ناس كتير او في معتقدات كتير غلط، تمام، عندكم، او معتقدات كتير غلط عند البنات والسيدات عامه، اللي هي ايه؟ يا دكتور انا عايز اكبر صدري من غير عمليات، من غير ما ادخل اوضه عمليات خالص، من غير بنج كلي، من غير تخدير، تمام. الكلام ده انا بقول لحضرتك خلاص انه مستحيل، تمام، مستحيل، وده عن تجربه وعن مش تجربتي انا لوحدي او الكلام العلم والكتب بيقول كده، بس لا، ده كمان تجارب بنات كتير قوي جربوا وقعدوا سنين، يعني تصل الى 5 سنين بيحاولوا، تمام، بطرق اخرى غير العمليات وفشلوا، في حين اللي بتدخل عمليه بتقعد ساعه واحده جوه العمليه وتخرج من المستشفى بعدها ب3 ساعات، خلاص، وطريقه امنه تماما وما فيهاش اي مضاعفات ولا اي مشاكل. فانتوا يعني عندكم الخوف من العمليات، كويس، ما فيش حد في الدنيا بيحب العمليات ولا حد في الدنيا بيحب يدخل اوضه العمليات كتير، بس لو انت عندك مشكله انك عايز صدرك صغير وده مسبب لك مشكله سواء نفسيه سواء اسريه مع جوزك ايا كان، حلها، تمام، عمليا، وده حل جذري وسريع، تمام. يعني انت هتدخلي زي ما قلت لك اوضه العمليات ساعه واحده وتخرجي بعدها ب3 ساعات. طيب يا دكتور هو مفيش اي حلول تانية؟ حلول تانية زي ايه؟ واحده تقول لي اصل في اقراص، تمام، اقراص الهرمونات حضرتك هتسبب لك سرطان، ده رقم واحد. ثانيا ما بتكبرش الثدي، تمام، باختصار وببساطه، ويعني بقول لحضرتك الكلام من الاخر بدل ما ايه نقعد نطول. انت هتجربي ماشي، بس في حاجات انت كده بتجربي في صحتك، يعني انت كده بتجربي حاجه ممكن تجيب لك اورام زي ما قلت لك. طيب دكتور انا سمعت ان في مراهم، مفيش حاجه اسمها مراهم بتكبر الثدي. تاني مفيش حاجه اسمها مرهم يكبر الثدي، تمام. طيب امال ايه المشكله؟ المشكله المرهم، يعني المرهم ده بيعتمد حاجه من الاثنين، يا اما فيه هرمونات وده هيبقى مشكلته زيه زي الاقراص ان هو هيسبب لك اورام ومش هيكبر الثدي، يا اما انه يبقى فيه شويه خلطات طبيعيه وكلام فارغ من عند العطار، فالكلام الفارغ ده خلاص مش هيجيب نتيجه، ومجرد ان انت سوري يعني اتنصب عليكي وخلاص، يعني اتنصب عليكي بشويه فلوس وخلاص على كده. لكن طبعا مفيش حاجه اسمها خلطات طبيعيه تكبر الثدي، الكلام ده كلام فارغ. دكتور سمعت ان في اكل معين بيبقى مليان استروجين اللي هو الهرمون اللبن، هرمون قصدي الانوثه، خلاص، وده بيكبر الثدي، تمام. غيرك جربت الكلام ده خلاص سنوات وما جابش اي نتيجه، وانا بقول لك من دلوقتي مش هيجيب اي نتيجه. طبعا لو انت عايزه تجربي وتضيعي سنين عمرك على الفاضي السكي، بس انا بقول لك انا جاي لك من المستقبل وبقول لك الكلام ده مش هيجيب نتيجه، معلش انا انسان صريح، بس انا يعني الحاجات دي ما فيهاش ان انا اجاملك في حاجه، انا هقول لك الحقيقه، تمام، مش هقعد يعني اقول لك ايه اضحك عليكي بحاجات ولا اقول لك اصل ده مرهم، اصل ده دواء، اصل ده اكل، اصل زودي من اكل فول الصويا، اصل زودي من اكل، ما كانش حد غلب يعني، تمام، ما كانش حد غلب فعلا، ما كانش حد عمل عمليات، تمام. فهي العمليه باختصار حاجه من اتنين، اجاوب على سؤال بس في النص. انا مرحله اولى، تمام، غدد غير مصابه، لازم اسوي بيت سكان ثلاثي ايجابي وخلصت كل الكيماوي والهرسبت. البيت سكان مش لازم في المرحله الاولى، مش لازم اعمله خالص، بنعمله بس في حالات معينه، لو انا بتابع مثلا، لو انا شاكك في حاجه، لكن ان هو يتعمل عادي روتيني لا، تمام، ما بيتعملش روتين. المرحله الاولى مرحله بسيطه جدا زي ما حضرتك قلتي، مش بيوصل للغدد، مفيش غدد ليمفاويه جوه الثدي اقل من 2 سم، فدي لا تبقى بسيطه جدا، واحيانا كتير ما بتحتاجيش كيماوي يعني. اتكلمنا عن التصغير وشد البطن كمان بعد تكرار الولادات، دي عمليه بسيطه جدا، تمام، بيسموها المامي ميك اوفر، تمام، يعني ايه؟ يعني تيجي الام كده الجميله بعد ما هي خلفت او تم ورضعت، خصوصا لو خلفت كذا مره ورضعت كذا مره، يحصل عندها شويه ترهل، اوكي، يعني ايه؟ يبقى عندها شويه دهون في البطن والبطن وقع لتحت شويه، الثدي خلاص كبر طبعا مع الرضاعه، بس ترهل لان هو ضعف، الانسجه بتاعته ضعفت من كتر الرضاعه فبقى واقع لتحت، فبعمل لها شد، 2 شد في عمليه واحده، الثدي يتشد لفوق والبطن تتشد لتحت، خلاص وخلاص على كده. طبعا كله حسب درجته، بمعنى
ممكن السد يبقى متراحل حاجه خفيفه، فاعمل له عمليه بسيطه ما تاخدش مني نص ساعه، مجرد ارفعه 2 سم. لا ممكن يبقى واقع خالص، يحتاج عمليه اكبر شويه، تاخد يعني حوالي من ساعه لساعه ونص كده. تمام. طب في واحده فيهم صعبه؟ الاثنين سهلين، الاثنين بسيط جدا وبيتعملوا كل يوم. البطن نفس القصه، والله هي شويه دهون زياده وبسيطه، ممكن اعمل لها شفط دهون ولا في ترهل، الترهل يحتاج شد جراحي. تمام. العمليتين بسيط جدا، وانا بطمنك يعني، ومفيش واحده عملت العمليات دي وما اتبسطتش. تمام. كل الستات بيمشوا في السيناريو ده، هي بتيجي قلقانه، انا نفسي اعمل تجميل، نفسي خلاص. ليه؟ تقعد تتفرج على الصور تتجنن، الصور ست كانت بكرش بقى وصدرها واقع وبتاع، وفجاه كل ده اتشد وخدت الشكل الانثوي الجميل اللي هي نفسها فيه. تمام. نفسها تعمل عمليه بس خايفه، انا خايفه من اوضه العمليات، انا خايفه من التخدير. تمام. عندنا حضرتك لا بتحسي بوجع بعد العمليه، التخدير بتاعنا يختلف عن التخدير بتاع اي دكاتره تانيين، عشان احنا عندنا الجهاز الجديد اللي هو بتاع التخدير، مجرد بيتعلق لك كده زي المحلول، بتدوسي على الزرار، اول ما تحسي باي وجع بسيط تدوسي على الزرار، يدخل بتاع المخدر جوه جسمك، ما تحسيش باي حاجه خالص. تمام. وبالتالي حضرتك ما بتحسيش باي وجع نهائي بعد العمليه، ده وعد مني. تمام. بالنسبه للجروح احنا بنخيطها تجميل وبنعمل مراهم بعد العمليه، ما بحيث ما يبانش الجرح خالص. تمام. فكلكم بتبقوا قلقانين من العمليات، وده طبيعي، ده شيء طبيعي، شعور طبيعي انك تحس بكده، بس لا يقارن بشعور السعاده بقى اللي انت بتحس بيها بعد ما تخرجي من اوضه العمليات، خصوصا ان نتائج العمليات دي نتائج فوريه. انا مش بقول لك استني شهر، ده انت بقول لك هتخرجي من العمليات تلاقي النتيجه اللي انت نفسك فيها. تمام. فلو حضرتك يا استاذه هبه، استاذه هبه ابو زيد، تسالي عن التصغير وعن شد البطن، تمام، انا انصحك بيه جدا. تمام. التصغير لو حجم الثدي عندك كبير وعايزه تصغري، انا بنصحك بيه جدا. تمام. سواء ان الحجم الثدي الكبير ده مسبب لك احراج، ان هو بيتحرك كتير وانت ماشيه او كده، والناس بتقعد تبص، طبعا عندنا الناس ما شاء الله بتبص وبتبحلق كتير. تمام. او ان هي مسبب لك مشاكل جسديه، يعني التقل ده مسبب لك وجع في فقرات الرقبه، مسبب لك وجع في الظهر، في التهاب في الجلد تحت مكان الـ يعني مكان الـ 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 الحديده بتاعه البرا، او مكان الانفرا ميموري فولد، يعني بيسبب لك شويه احمرار كده والتهابات، انا انصحك بالعمليه دي جدا، هتريحك جدا ان شاء الله. وطبعا زي ما قلت لك، دايما لما تحبي متردده في عمليه ما، تعالي العياده اقعدي معايا. تمام. اكلمك عنها، قولي لي ايه اللي انت خايفه منه بالظبط، اقول لك ده يخوف ولا ما يخوفش، وايه المشكله، انت خايفه من مضاعفات العمليه، خايفه من شكل الجرح، خايفه من التخدير، وانا اشرح لك كل حاجه واقول لك طبعا العمليه المناسبه ليك. استاذه بتسال، انا لسه عامله عمليه استئصال ثديين. تمام. الف الحمد لله على سلامه حضرتك، بقالي شهر بس تحت الباط والمنطقه اللي في النص وارم، والدكتور قال لي ده جلد، ده الجلد. تمام، ده الجلد وهو هيفضل كده. بص حضرتك، ساعات اللي بيعمل استئصال الثدي بيسيب حاجه اسمها ودن، بيسموها بالانجلش عندنا او بالمصطلح اللي بيسموها دوج اير، لان هي بتبقى عامله زي ودن الكلب كده. تمام. ده بيبقى ساعات ان الجراح سابها خلاص، ساب حته جلد زياده. تمام. والجلد ده بيبقى مضايق، ده الجلد ده بيضايق قوي بعد بيضايق قوي الستات بعد العمليه، تلاقي حته جلد طالعه لها كده تحت بطها، مش عارفه تلبس منه البتاع، دراعها بيضايقها او حته في النص. فدي حضرتك انا بطمنك هي مش هتروح لوحدها، بس انا ممكن اعملها لك في نص ساعه، يعني بتتصلح تجميليا كده في نص ساعه. تمام. فما تقلقيش ابدا يا استاذه، مكتوب حضرتك استاذه، مكتوب بوحه عادي. تمام. اوكي. مين تاني؟ استاذه هبه بتسال تاني، انا لسه عامله عمليه. لا. طب يا دكتور لو بخس استنى لحد ما انزل خالص واوزن الوزن المثالي، ولا ممكن اعملها وانا بخس؟ ممكن تعمليها وانت بتخس طبعا، ممكن بعد ما توصل للوزن المثالي، ولكن انا ما اقدرش احكم على يعني ما اقدرش ارد على السؤال ده يعني كده ولا كده الا لما اشوفك. ليه؟ لان انت ممكن تكوني انت اصلا خسيتي. تمام. فعندك ترهل كويس، الترهل ده مش هيتصلح لوحده، مش زي الدهون الزياده اللي ممكن تقل مع الخساسات، الترهل حاجه وزياده الدهون حاجه تانية. تمام. فانا عايز اشوف اللي عندك ده مجرد زياده دهون. تمام. انا مش عايز اقول تخن يعني طبعا خلاص، لكن اقصد زياده في الدهون، ولا ترهل جلد، لان ترهل الجلد مش هيروح لوحده. تمام. خلاص، وشده بسيط جدا، وزي ما قلت لك العمليه بسيطه، يعني ما تستثقليش العمليه. فممكن وممكن تعمليها دلوقتي، ممكن تعمليها لما توصلي للوزن المثالي، بس طبعا يعني على حسب انت، لانك ممكن تقولي وزن الوزن المثالي ويعني ده انت حتى مثلا عايزه توصلي ل 65 وتثبتي على 75، مش شرط يعني. فلا عادي، ممكن تتعمل كده، ممكن تعمل كده، اللي يريحك، بس طبعا انا عشان اديكي قرار نهائي تجيلي العياده الاول.
الورم ممكن يرجع تاني بعد استئصال جزء منه الدرجة التانية. يعني ايه جزء منه؟ تقصدي أستاذة روما سمير، يعني ايه جزء منه؟ تقصدي ان انا شلت الورم من غير ما اشيل الثدي، قصدك كده؟ بص حضرتك، اي سرطان في الدنيا، تمام، اي سرطان مش بس الثدي، اي سرطان في الدنيا قاعدة عامة، خدوها قاعدة عامة، تمام، اي سرطان في الدنيا، اوكي، بعد ما يتعالج خلاص، عمليات كيماوي، علاج، ايا كان، في احتمال انه يرجع؟ اه في احتمال انه يرجع، تمام، بصراحه معلش ما تزعليش مني، بس انا صريح معاك، اوكي، مو في احتمال انه يرجع؟ ايوه في احتمال انه يرجع، ولكن الاحتمالات دي مش ثابته، يعني مش بقول لك ده احتمال 90% انه يرجع، لا، على حسب انت مرحله كام، وعلى حسب انت وضع ايه. انت بتقولي دلوقتي درجه تانية، طيب خلاص اسالك سؤال بقى، امتحن معلوماتك، ايه الفرق بين الدرجه ولا المرحله؟ انت تقصدي درجه تانية ولا تقصدي مرحله تانية؟ اوكي، في فرق بين الاثنين، وكنت عامل فيديو قبل كده شرح تفصيلي يعني ايه الفرق بين درجه الورم وايه الفرق بين المرحله بتاعه الورم، دي حاجه ودي حاجه، انت غالبا تقصدي مرحله مش درجه، بس بغض النظر، تمام، الاستئصال الورم ايا كان، كل ما المرحله بتعلى، تمام، كل ما الاحتمال ان هو يرجع بيبقى اعلى، ده طبيعي، يعني الاولى مش زي الثانيه، والثانيه مش زي الثالثه، والثالثه مش زي الرابعه، تمام، ولكن كنا نمشي على خطه العلاج مظبوط، تمام، مظبوط، مظبوط بمعنى الكلمه، يعني ما نهملش، لو ليكي مثلا علاج هرموني لا ما تطنشيش في الاقراص، وتاخدي الادويه في ميعادها، لو ليكي ايا كان العلاج نمشي عليه مظبوط. لو حصل، تمام، حصل استئصال جزء من الثدي، تمام، عادي خالص، طالما حصل استئصال جزء من الثدي اتس اوكي، احتمال انه يرجع احتمال ضعيف، احتمال ضعيف. طيب ازاي نخليه ما يرجعش قدر الامكان يا دكتور؟ ببساطه، اولا حاجتين، خطه العلاج تكتمل بانتظام، يعني تكتمل بدون غلطه، كويس، ادي واحد. اتنين، متابعه بعد ما خلصت العلاج، خلاص، لان تكوني بتتعالجي في مكان ايا كان، يعني في زحمه او حاجه، فالدكاتره ما يهتموش ان هم يقولوا لك مواعيد المتابعه، لا، انت الاول بتتابعي كل 3 شهور، بعد كده كل 6 شهور، بعد كده كل سنه، تمام، ما تنسيش الحكايه دي. ولو ما حدش قال لك لا معلش تعالي لي ونعمل جدول متابعه مع بعض، تمام، ما تستهونيش بالكلام ده خالص. طيب استاذه دينا، في حاله الاستئصال الجزئي، مكان الاستئصال، هل يمكن حشو المكان المستأصل مع انه ما فيش مساحه؟ طبعا حضرتك تقصدي ان شيل جزء من الثدي، والجزء من الثدي ده بقى عامل كانه مفرغ، تمام، يعني كان الجلد واطي، او بقى في حته واطيه شويه، تمام، مضايقاكي، او بقيتي حاسه ان الثديين مش زي بعض، ده اصغر من ده، طبعا يتصلح، طبعا، تمام. اول حاجه انا بشوف حضرتك، بنشوف الفرق بين الاثنين والمشكله فين او الديفو فين بالظبط، تمام، نصلحها، هي دي ميزه بقى برضو، عشان احنا الحمد لله يعني بنشتغل اورام وتجميل، تمام، فدي الميزه ان انا بصلح، انا ما بسيبش واحده عملت عمليه اورام تطلع بثدي مش مظبوط، او تطلع من ناحيتين مش زي بعض، ما عندناش الكلام ده، تمام، لا حضرتك الاثنين بيطلعوا زي بعض، وانا مسؤول ان انا اصلح لحضرتك اي ديفو موجود، اوكي، تلاقيش خالص، تمام، ازاي؟ لا ازاي، دي فيها طرق كتير جدا، دي فيها طرق كتير جدا، من اول مجرد ان انا احقن دهون، تمام، احقن دهون، ودي حاجه بسيطه، لو هي الديفو صغير وكميته صغيره ممكن احقن دهون، مجرد بس يرفعوا فيبقى الاثنين شكلهم زي بعض، تمام، فما تحسيش باي فرق. امال ايه فايده لما انا احسسك بمشكله؟ امال ايه فايده ان انا شلت جزء من الثدي ما شلتوش كله؟ ما انا بشيل جزء من الثدي، تمام، عشان انت ما تتضايقيش نفسيا، عشان تحسي ان كانك ما عملتيش عمليات، تبصي في المرايه تلاقي الثديين تمام، تلاقي شكلك الانثوي زي ما هو، هو ده هدفنا في العمليات، تمام، فلا اي ديفو ايا كان بيتصلح، وليه طرق كتير جدا. استاذه ايفان حسن، انا ثلاثي سلبي درجه ثانيه، تمام، ومرحله ثانيه، كويس، طبيب المعالج لم يوصف لي مضاد حيوي زيلودا، زيلودا ده مش مضاد حيوي، وقال لي لا يوجد اي علاج، فقط كيماوي واشعاعي، تمام، مفيش مشكله، حضرتك ثلاثي سلبي، تمام، لا ليك علاج هرموني ولا ليك علاج موجه، ده طبيعي تماما، كيماوي واشعاع وعمليات، لكن علاج هرموني او موجه مالكيش طالما ثلاثي سلبي، تمام، وان شاء الله خير، ومفيش اي حاجه، ما تلاقيش، يعني الموضوع بسيط، بس هو يعني مفيش حاجه غلط في اللي حضرتك قلتيها خالص، لا محتاجه مضاد حيوي ولا زيلودا، لو انت تقصدي الاثنين، مضاد الحيوي ده بندي بس بعد العمليه خلاص، مجرد حاجه وقائيه بس مش اكتر، يعني عشان ما يحصلش التهابات وخراج او صديد وكده بس. طيب جاوبنا على الاسئله، نكمل كلامنا عن تجميل الثدي، نتكلم النهارده عن موضوع تجميلي للثدي، يشتكي منه بنات كتير صغيرين، تمام، وللاسف البنات دي بتقع ضحايا، عشان هي بتبقى بنت صغيره طبعا، خايفه من العمليات، خايفه من الجراحه، خايفه من الدكاتره، تمام، فبتقع في ايد ايه يعني نصب كتير، سوري في الكلمه، يعني هو يقول لها ده في اقراص، ده في مراهم، ده في مش عارف ايه، ده في العاب رياضيه، حاجات كتير تكبر الثدي، الكلام ده كله غير صحيح، تمام، واتحدى ان واحده
عايز تقول لي ان صدرها كبر من الحاجات دي؟ مستحيل. تمام، امال اكبر صدري ازاي يا دكتور؟ عندك طريقه من اتنين، طريقه اسمها حقن الدهون وطريقه اسمها سيليكون، حشوات السيليكون. حشوات السيليكون ببساطه ان انا بدخل بحط بتاع في الثدي حشوه سيليكون، خلي حجمه اكبر حسب الحجم اللي انت محتاجاه، بس طبعا مش مجرد ايه اللي هو واحده انا عايز صدري كبير قوي وخلاص، لا طبعا. تمام، ده بما يتناسب مع شكل الجسم عشان شكلك يبقى مظبوط، لا يبقى شكله اصغر من حجمه ولا يبقى كبير قوي، يبقى شكله غير متناسق. تمام تمام وبالتالي اوكي، حشوات السيليكون دي امنه يا دكتور؟ انا اسمع انها بتفرقع، انا اسمع انها بتعمل سرطان، انا اسمع انها بتعمل كبسوله. اولا بتعمل سرطان؟ لا خلاص، نوع زمان قوي 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 كانوا بيستعملوه وطلع ان هو بيعمل بنسبه ضئيله سرطان وبطلنا نستخدمه. النوع اللي بنستخدمه دلوقتي ما بيسببش اي اورام نهائي. كويس تمام. طيب الحاجه الثانيه بيفرقع، دي حاجه نادره جدا انها تحصل، يحصل حواليه كبسوله. ايه كبسوله دي يا دكتور؟ كبسوله دي مجرد ان المناعه بتاعت الجسم خلاص شافت السيليكون ده ان هو حاجه غريبه، ودي حاجه نادره الحدوث، بس بقول لك يعني بيحصل يعني تقريبا في 1% من الحالات خلاص، فيروح عامل شويه تليف حوالين الكبسول، حوالين الايه، حوالين السيليكون. اوكي، الكبسوله دي ببساطه لو حصلت بدخل اشيل الكبسوله وخلاص. تمام، ما بيكملش نص ساعه يعني، فما هياش ما هياش حاجه تخوفك من انك تعمل العمليه. طب ميزه السيليكون ايه؟ ميزه السيليكون بيعيش مدى الحياه. تمام، على عكس حقن الدهون، حقن الدهون انت هتدهني دهون بس مش هتعيش معاك العمر كله. تقعد قد ايه يا دكتور؟ تقعد حوالي 8 سنين مثلا، لكن تقعد معاك العمر كله لا بصراحه. حقن الدهون دي فكرتها عندك شويه دهون زياده في البطن، شويه في الارداف، في الفخاد، في الدراعات، في ايا كان، بشفطها تمام واحقنها في الثدي. تمام، ميزتها طبعا حاجه طبيعيه من جسمك ما فيهاش اي مشكله، لكن في نفس الوقت مش حاجه دايمه يعني. تمام، طيب في استاذه روما، هو ازاي اعرف الثلاثي سلبي ده بتحليل؟ ولو تحليل اسمه ايه؟ بصي حضرتك اوكي، في حضرتك عينتين بيتاخدوا منك خلاص في من اول ما تتشخصي لغايه ما تخلصي العلاج. ايه هما؟ اولا بيتاخد عينه بالابره، انا عملت كشف وعملت اشعه وشاكك ان في ورم خبيث، فيقول لك انا هاخد عينه. تمام، والعينه دي لازم تتاخد قبل بدايه العلاج. كويس تمام، اخدنا العينه تمام، قال لك ده ورم سرطاني. كويس، طب الورم السرطاني ده نوعه ايه؟ معرفش. تمام، ده ممكن يبقى بصي موجب للهرمون سالب للهير 2، موجب للهير 2 تمام خلاص، ثلاثي ايجابي ثلاثي سلبي. اوكي، اربع انواع شهيرين. تمام، بعملها ازاي؟ نفس التحليل ده، نفس التحليل بنفس العينه اللي بتاخد، باخد الشرايح بتاعتها اللي هي الشرايح الايه، الخلايا اللي انا خدتها بالابره يعني. تمام، واروح عيد تحليل اخر بنفس العينه، ده اسمه تحليل دلالات هرمونات، ده اسمه بالعربي يعني، او امينو هيستو كيمستري ده اسمه بالانجلش. تمام، بعدين حضرتك قرر بتاع ان احنا هنعمل عمليه، شلنا سواء شلنا الورم او الثدي كله، ده هيقول لك احنا لازم نحلله، فهيروح المعمل تاني ياخد نفس التحليل تاني، يقول لك ده في ورم خبيث، طب نوع الورم الخبيث ايه؟ يروحوا محللين تاني في نفس العينه. تمام، المفروض ان الاثنين يطلعوا زي بعض، احيانا ما بيطلعوش زي بعض، وده طبعا بيبقى خطا في المعمل. تمام، يعني بيبقى مشكله في المعمل، لكن طبعا الاصح مين؟ الاصح اللي بعد العمليه اكيد، لان ده انا شلت الورم كله. تمام، طيب عندنا سؤال من أستاذة إيفان، طيب دكتور ممكن الورم الثلاثي السلبي يختفي إلى الأبد فقط بالكيماوي الإشعاعي؟ أقصد طبعا يختفي طبعا، هو علاجه الكيماوي الإشعاعي، ولو في عمليات هتتعمل بس ممكن يختفي. طبعا يختفي. سؤالك يدل على إنك يأسة، وأنا ما بحبش كده. تمام، أنا عايز تفاؤل. أوكي، لو أنت متفائلة إنك هتخفي يبقى هتخفي إن شاء الله. تمام، اليأس ده مش حلو. اوكي، تفائلي، المناعة تعلى خلاص، ننتصر على المرض، هتخف ان شاء الله. تمام، استاذة ايفان اوكي مش عايز يأس، سؤال اليأس ده ما بحبوش. تمام، تسأليني هخف امتى؟ النهاردة ولا لسه الشهر الجاي؟ ده السؤال، ما تقوليش انا هخف ولا لا هتخف طبعا، مش حاجة اسمها ما تخفيش ان شاء الله يعني بإذن الله. تمام، انا قربت اقفل اللايف، لو حد عايز اي اسئلة تانية يقول لي، انا في انتظار اسئلتكم. انا اتكلمت النهارده موضوع بسيط اللي هو التكبير، وجاوبت على بعض الاسئله. حد ليه اي سؤال تاني قبل ما اقفل؟ حد ليه اي موضوعات طيب حابين اعمل عليها فيديوهات معينه او حاجه؟ قولوا لي، سواء في الاورام او في التجميل. اوكي تمام، اشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله، سعيد اني كنت معاكم.